يعطيك العافية بابا. الله يعافيكي. تفضل هي كاسة عصير باردة مشان تصحي راسك. ايه والله يسلم واديات، اجت بمحلها. وايديك يا رب. بابا ما مليت لحالك؟ ولا يهمك، عم بتسلى بالقراية. طيب شو رأيك شغل لك التلفزيون مشان تتسلى فيه شوي؟ لا بابا ما في ضرورة. طيب بابا إذا بدك مني شي ناديلي، أنا بأوضتي بدي رتب أغراضي. الله يعطيك العافية. مطولة أمك لتجي من السوق؟ قال بدها شي ساعتين. أصبع عادي قدامي حتى نحكي شوي، عادي. خير بابا، في شي؟ اسمعيني منيح يا بنتي واستوعبي اللي رح أقول لك يا. أنا بأمرك بابا. أنت هلأ مكتوب كتابك ومقبلة على حياة جديدة، وعرسك بعد 10 أيام، وكل النصايح اللي لازم تنقلك بهالمناسبة الحلوة تكفلت فيها أمك وقالت لك ياها وما قصرت المخلوقة، والله يديمها فوق راسك. بس أنا عندي يا بابا كم كلمة حابب قلك ياهن على هامش هذه المناسبة السعيدة. يا ريت يا بابا يا ريت، أنت مربيني وأمرك على راسي من فوق. دارين الزواج مؤسسة أصحابها شركاء 2، وهالتنين يا بيخلوها مؤسسة ناجحة يا فاشلة، وانت لازم تكوني بنت الأصل والأصول يلي بتحافظ على بيتها وولادها وكرامة جوزها وبتتحمله بالسراء وبالضراء. إن شاء الله بابا إن شاء الله. وأنا ما عندي إلك يا بنتي إلا نصيحة واحدة بس. شو هي بابا؟ بدي اياكي دائما السند القوي لجوزك، وتقدري وضعه دائما، وتعينيه على اللقمة الحلال. قيمي الكتاب شوفي شوفي تحته. هات. ايه شو مكتوب عليه؟ مكتوب عليه الاسكافي ابو نعيم. بابا مو هذا اللي كان مستأجر المحل الكبير تبعك بالمهاجرين؟ بلا هو. وانا كل سنة باخد منه الاجراء وبحطه بهالظرف، ومن هالاجراء عم اسحب واصرف على اكلنا وشربنا وعيشتنا، والحمد لله رزقت هالمحل مباركة وساترتنا ومو ناقصنا شيء، لانه ابو نعيم الله يذكره بالخير رجال تعيب وادمي ورزقته حلال، وانا بحب ربيكن وعودكن دائما على اللقمة الحلال والرزق الحلال. الله يخلينا اياك وما يحرمنا منك. بقى يلي بدي اياه منك هلا انك توعديني تعيني جوزك على اللقمة الحلال وتكوني له ستر وغطى. توعديني بهالشي يا بنتي؟ طبعا بابا، ولو الله يبعدنا عن الحرام يا حق. دارين انا ما بدي انصحك كتير، لانه النصح احيانا بيكون سئيل وبينزل بإذن الانسان مثل رصاص. ولو بابا شو عم تحكي انت؟ عم توصيني معقولة؟ انا رح قوم جيب لك قطعة جاتو لحتى تاكلها مع كاسة العصير. ماشي؟ ما في مانع، جيبي. اي ستي كلهم بيقولوا هيك بالاول، بس لما بيتجوزوا بينسوا الرفقه والمدرسه والجامعه والذكريات الحلوه ويهيمونا بالحبيب الجديد. لا والله يا وعد، انا مو من هدول الجماعه اللي انت عم تحكي عنهم. قال يعني مالك طابسه بماجد لقرايه ادانك؟ مو مساله طابسه، يعني هو انا بحبه لماجد ما بقلكن لا، بس يعني مو هداك الحب القاتولي اللي بيقولوا عنه. وين ناويين تعملوا حفله العرس؟ والله ما بعرف، لسه ما اعتمدوا. لسه ما اعتمدتوا؟ عرسكم صفية له 9 أيام. تعرفي يا ريم سوسن وين عملت عرسها؟ منو هي سوسن؟ سوسن عبد الباقي اللي كانت معنا بالبكالوريا. تذكرتها، وين عملته؟ بقاعة الأحلام. شو ضربت علاوية كتير رخانه؟ لكان حبيبتي العزلة الرز. مع إنه حالة عريسة على هوا ما فهمت عادية كتير، يعني مو إنه هالتاجر الكبير ولا مليونير، بالعكس ما عنده غير هالمحل تبع القماش بالصالحية. وليش ما عزمتنا؟ مو انت كنتي عم تقولي ينسونا ويهيمونا بالحبيب الجديد؟ اي خرب بيت قلبها، معقول تنسانا من اول يوم؟ الحق بايدها، عزروها تاخذت المسكينه. فعلا، لانه سوسن من طول عمرها ترطوعه. اي لا تظلموها للترطوعه، قصدي للمخلوقه، بجوز ما كان عندها بطاقات كتير. مزبوط مثل ما عم تقول نسرين، هذا الشيء اكيد، لانه عزمت هبه ورشا وهمسه، بقى شو بدها توزع بطاقات لتوزع؟ هو لو قالت لنا وين ببيعوا البطاقات كنا اشترينا وفتنا بمصارينا وما بدنا من نيتها. مزبوط، وكنا قعدنا بالصف الاول وعلى البيست كمان. شو هي مسرحيه؟ هو اذا اجيتوا للحقيقه الجواز كله على بعضه مسرحيه، ما في كلام. كوميديه ولا تراجيديه؟ والله على هوا الابطال. والله انت باينتك بدك تعمليها تراجيديه يا داري. وليش بقى؟ شو ليش؟ معقول لحد هلا ما بتعرفي بدك تعملي الحفله؟ مو مشان شيء، بس ما بدنا نعرف لوين بدنا نبعث لك الولد،
في حال ما عزمتينا. ايه خلص ما تاكلوا هم بهاليومين بنعتمدوا بالكم. ايه بالله قديش هوني؟ 200 ليره اساس. يا عين تفضل هي 200. بتريدوا شيء ثاني استاذ؟ لا سلامتك شكرا. الله يسلمك استاذ. يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ ويخلينا اياك. شكرا. هذا لطفك. لطف منك استاذ. اهلا وسهلا فيك اكثر استاذ. اهلين وسهلين. ايه مع جهد وبعدين. ايه ايه صح ايه على عيني. تفضل حبيبنا وهي 50 ليره. شكرا استاذ. شكرا كثير. الله يسلمك. لسه بتقول له اهلين هو بيقول لك الله يخليك وبعدين لايمتى يعني؟ صدقيني ما انتبهت للموضوع كله. وليش بقى؟ متاخد فيني مو هيك؟ بدك الصراحه في هيك شيء. هلا وين اعتمدت نعمل حفله العرس؟ والله فكري نعملها بصالة الأفراح تبع كفرسوسة. شبه مو قايلة شي. لا حبيبي لا. شو كفرسوسة وما كفرسوسة؟ شو بدك العالم تحكي علينا؟ لكن وين فكرك نعملها؟ يعني أنا يا ماجد فكري إنه هيك مناسبة ما بتجي بالعمر غير مرة واحدة بس. طيب شو رأيك نعملها بأوتيل 5 نجوم؟ ولا أنا ما بستاهل؟ مو شغلك ما بتستاهلي يا قلبي. لا مو هيك، بس أنا برأيي خفف مصاريفنا بالبداية مشان نقدر نستمتع فيها بالنهاية. بالله شو؟ يعني فكرك إنه أنا عم خليك تصرف مصاريف بلا طعمة مو هيك؟ لك يا قلبي مو قصة مصاريف بلا طعمة، صدقيني مو هيك، مو هيك الأصل. لكن شو معناته كلامك؟ لك إذا بنت خالتي السمينة والبشعة واللي عريسة منتوفه على قد حاله وعمل لها حفلة مطنطنة، ضلت العالم تحكي فيها سنة بعد منها، بقى إذا بيرضيك إنك تعمل فيني هيك، مو مشكلة. رح ضلني ساكتة أنا ما رح أفتح تمي بحرف واحد. عملي اللي بيريحك. يعني هلا زعلتي؟ لا، ما زعلت، ليش لحتى أزعل؟ اطمني داري، طالما هالشي بسري، ما رح أخليكي إلا مسرورة. إيه هيك ها؟ قلت لحالي مو معقولة تكسفني من بداية حياتنا. ايه كم شخص نويت تعزم على العرس؟ 150 شخص. ما بيكفي 150 ولا كتار؟ 150 شخص؟ ايه هدول يا دوبهم يكفوا اهلي ورفقاتي وجيراني. هلا انت عم تمزح ولا عم تخفف دم؟ يا حبيبتي انا ما عم خفف دمي، بس انا بصراحة رفيقتنا سوسن يا ماجي ليلة عرسها نسيت تعزم رفقاتها بالصف. يعني عزمت لها كم رفيقة بس. ومن يوميتها لهلا المخلوقة تجوزت ورح يصير عندها ولد والعالم عم تحكي بقصتها. طيب ماشي مثل ما بدك. برايك كم واحد نعزم؟ يعني مو اقل من 300 شخص. شو 300 شخص؟ ولي على قامتي. لك ليش ولي على قامتك؟ شو انا عم بعمل اللي ما بينعمل؟ ولا بدك يعني يصير مضحك بتم العالم ماجد؟ لا استغفر الله، انا بدي اياكي تصيري مضحكه، بس لا تنسي انه اليوم انا دافع هداك المبلغ المرقوم لسفرنا لماليزيا. انا مالي اخذك علاديه. بعدين والله بياع المفروشات سطلني بالفاتوره اللي قدم لي اياها تبع فرش البيت. ايه هيك الاسعار بالسوق، شو بدك تساوي يعني؟ يعني مصر على 300 شخص؟ انا ما بصر ولا شيء، احلاني والله. يعني اذا انت شايف انه انا ما بستاهل، مو مشكلة، الموضوع راجع لك. على كل حال ماجد، صار لازم نمشي هلا، لاني وعدت اهلي انه ما نتاخر. لك بكير دارين، خلينا عادي عم نحكي، لسه ما خلصنا. شو صار؟ معلش يا ماجد، ارجوك لو سمحت. يعني إذا أنت كنت شايف أنه أنا صرت عبء عليك بطلباتي يلي هي من أساسيات فرحة البنت، فمو مشكلة، عمل اللي بيريحك وأنا مالي زعلانة بنوب. لا حبيبتي شو عبء علي؟ عيب تحكي هيك حكي، بس نحن عم نتناقش لحتى أعرف حالي شو بدي ساوي. شو 300 شخص؟ فليكن 300 شخص. تسلم لي حبيبي، أنا كنت واثقة تماماً أنه ما رح يهون عليك بزعلي بنوب، ومشان هيك أنا بدي أتنازل عن حقي بوجود مطرب بالعرس. يلا سيدي، وبلا مطرب بالعرس شو هالشغلة يعني؟ مطرب؟ صدقيني يا دارين مثل حملك ما شفت بنوب. يعني لا بقلي؟ قومي وقفي لشوف. شو قومي وقفي وما قومي وقفي؟ قاعدين بالمطعم نحن مو بالبيت. لك قومي وقفي شوي، ما حدا رح يشتلي. قومي. يا ربي. شكرا ما بدنا شيء، يعني قاعدين لسه بدنا نتغدى. اوكي على راحتك. شكرا. عجبك هيك؟ فكرنا رح نقوم نمشي قبل ما نحاسبه. شلون لقيتي لك اسمي؟ ما يبلى ان شاء الله. ايه داري ما قلتي لي وشو بدي قلك؟ وين ناوية تلدي؟ والله ما بعرف، بس على الاغلب يعني يا بالمستشفى الفرنسي يا اما بدار الشفاء، ما بعرف. وليش عم تضحكي بقى؟ يعني كتير هالمستشفيات بتضحك؟ لك لا بس بقصد يعني رح تولدي هون جوات البلد؟ ما فهمت عليكي. نعم. لك شو عم تحكي انتي؟ معقول؟ هلا معقول تروحي على امريكا بس لحتى تولدي؟ يعني ضاقت عليكي كل الارهاني بالشام؟
شوف لقلك لا تقعد تتمقلس علي، معني مقلسة عندك أنا. يا بنت الناس أنا ما عم بتمقلس عليكي، بس مو معقول نطرق مشوار من هون لأمريكا بس لحتى تولدي. بالله شو؟ يعني عامل حالك ما بتعرف ليش. شو اللي ماني عارفانه؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يو أمريكانه أو يسودانه من السويد يعني أو يسورانه من سوريا بقصد. بقى لا تفوت معي بهز البدان ماجد، الناس كلها عم تعمل هيك وكل وحدة حامل مثلي عم بدور براسها هذا الموال، لأنه معلومك حبيبي إذا إجا الولد هنيك بياخد الجنسية فورا. يا ستي وحصرا للجدل، لنفترض إني وافقت، منين بتجيب مصاري أنا؟ هلا معقولة ما بيتدبر معك 15,000 دولار؟ شو 15,000 دولار؟ لك ايه ماجد، يعني هو مبلغ بسيط ببساطة بيتأمن. منين بدي اجيبهم هدول 15,000 دولار؟ حوشهم من على الشجر يعني؟ ماجد أرجوك، أنا ما بحب التحكم والمقلسة، عم بحكي معك جد، جاوبني جد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا حبيبتي يا روحي، أنا منين بدي اجيب هالمبلغ؟ روح اسرق يعني. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ ليش أنا بهون علي أساسا إنك تسرق؟ إيه والله والله، بروح بولد تحت شجرة بالجنينة ولا بخلي قرش الحرام يفوت علينا. يا ستي الله يبارك بأصلك، لأنه لو معي مو بس فكر بالموضوع وما بقصر كمان، بس من لي هالمبلغ الكبير يا حصرتي؟ أنا كل شي عندي بوتيك ملبوسات ودخله معروف بالأيام المنيحة والأيام الردية. طيب أنت، والله ما بعرف شو بدي إلك، يعني مالي حابة اتدخل وعلمك شو تساوي. لا يا ستي اتدخل وعلميني، ما راح اتحسس، مو مشكلة. فكري يعني إنك تطلب من أبوك يساعدك. أطلب من أبي يساعدني؟ إيه ليش لا؟ يعني بالنهاية هو أبوك، الله لا يفرق بيناتكم. يعني أنت برأيك؟ ليش لحتى ما تطلب منه؟ يا ماجد بالنهاية أبوك أحواله ميسورة وغني وماشي حاله، بعدين هو حب على قلبه إنك تطلب منه. بعدين هذا المبلغ بده يعطيك يا حبيبي من طرف الجيبة، يعني ما راح يكسره. والله ما بعرف، بس صدقيني مستكبرة شوي. لك إيه لا تستكبرة ولا شيء، الله يخلي لك يا ويطول لك بعمره يا حق. يلا اتصل فيه بالتليفون وخير البر عاجله. ألو، مرحبا بابا. الحمد لله، الله يخلينا إياك. تخي حبيبتي، إن شاء الله يسلم لي هالوش يا حق. يا أمريكية أنتي، بكرة لما بدك تكبري رح ترشحي حالك للكونغرس، لكان بدنا نرفع راسنا فيكي وتدافعي عن العرب، تقبري قلبي إن شاء الله على هالوش الحلو. أيي أخي حبيبتي. لولا وينك؟ أنتي هون؟ يلا أمي الكراوية صارت جاهزة. إيه يلا. ما تأخذيني، تأخرت عليكي مثل ما بتعرفي، يعني الكراوية مو طيبة إلا إذا انطبخت طازة. يسلموا إيديكي، ليش معصبة حالك؟ ولو حبيبتي عذابك راحة، يعني هي صحيح إجت متأخرة شوي وبعز الصيف وبعد ما صار البيبي عمره 6 شهور، شو بدنا بالحكي، بتضل الكراوية طيبة. والله طيبة، بيقولوا كمان إنه بتضر الحليب، فأنتي لازم تكتري منها. نادين حبيبتي، أنتي ما عندك لفاية؟ لا والله ما عندي. معقول؟ معقول ما يكون عندك لفاية وانت عندك بيبي صغير؟ أصلاً انت ما فيك تقيمي بكل شغل البيت لحالك. بتعرفيها لهبة بنت أبو نبيل التوتنجي؟ هبة بتعرفيها، عندها لفايتين بالبيت. عرفتها. داري دودو، داري حبيبتي، يعني ليش متسطحة؟ ليش قاعدة هون؟ شو خير؟ مرضاني؟ ماني مرضاني. لكن شوفي ليش قاعدة لحالي، زعلانة شي؟ ماني زعلانة. معناتها عذبتك الصغيرة؟ ما عذبتني ولا شي. طب معناتها ليش قاعدة لحالك؟ شوفي يا الله ماجد، شبك اليوم متضايقة وحابة اقعد لحالي شوي، ممنوع يعني؟ بعدين اذا بدك تاكل العشاء جاهز بالمطبخ. هلا اتركيني من العشاء وقولي لي ليش كاني هالكنة، مالك بالعادة؟ تعبانة كتير وجسمي محطم. سلامتك يا قلبي، بس من شو تعبانة؟ من شو يعني سيد ماجد؟ من شغل البيت طبعا، من الطبخ والجلي والتنظيف والمسح والكناسة. يا ستي الله يعطيك العافية ويكون بعونك. بالله شو؟
وين بتنصرف هي؟ الله يعطيك العافية. ماجد أنا من تفتيحة عيوني وأنا عم بفعي فعي بهالبيت، هات كله غير العناية بالصغيرة والمسح والكناسة والتعزيل والطبخ. لك لو كنت جبل كنت انهديت ماجد. اي والله يا روحي عم تتعبي، معك حق وأنا مقدر هالشي، بس بكرة لما بتكبر البنت بتصيري بتنامي مزبوط وبترتاحي وما بتعودي بتفيقي بالليل. وإمتى بده يصير هالشي؟ بعد ما يصير معي انهيار عصبي ورجفان أذيني وانقطاع بطيني؟ لا سلامتك، شو هالحكي؟ فال الله ولا فالي. شوف ماجد أنا مالي متعودة أشتغل هيك مثل الحمارة كل النهار، بقى إذا بدك يعني أمرض لي شي مرضة تقيلة خليك مطنشني هيك والله يسامحك. شلون يعني مطنشك؟ والله ما فهمت. يعني يا ماجد الناس الأغنياء ومتوسطين الحال والفقراء صار عندهم لفايات وخدامات ببيوتهم إلا نحنا، وكأنه نحنا مو من فصيلة البشر. فهمت عليكي، يعني أنت بدك خدامة. إيه طبعا بدي خدامة، لكن بدي رقاصة. طيب ومين بدي أجيب خدامة؟ منين يعني؟ من هالمكاتب. بدك خدامة أجنبية؟ حبيبي مثلي مثل هالناس. إيه منين بدي أجيب لك 3000 دولار؟ يا الله منك يا ماجد، هلا أنا كل ما بطلب منك طلب بتجيب لي سيرة المصاري، شو بنا؟ اسمعوا يا جماعة، اسمعوا على هالسيرة، هذا طلب من بيت أمه بدون مصاري. يا ماجد، يا حبيبي، لا تنسى إنه هذا الطلب من أهم كل الطلبات، لأنه بسلامة عرفك الخدامة بالبيت صارت من أولويات الحياة حبي. بس أنا منين بدي أجيب لك مصاري؟ إيش وعد أنا بعد عمي أنا؟ يا ماجد يا حبيبي، هلا انت ليش مضوج حالك كل هالقد؟ روق شوي. شلون بدي روق؟ شلون بدك ياني مضوج؟ 3000 دولار هدول مبلغ كتير كبير، منين تجيبه يا جماعه؟ بدك ياني اسرق؟ اعوذ بالله، شو تسرق وما تسرق؟ انا بجلاله قدري مستعده اشتغل لفايه بهالبيت ولا خليك تدخل عليه قرش حرام. لكن منين بدك ياني جيب المبلغ؟ هلا افهم علي حبيب قلبي ولا يطلع خلقك، لانك مو حلو انت طالع خلقك. طيب هاتي لشوف، تفضلي. هلا مو لساته رفيقك جميل مسافر بالخليج؟ بلا. ومو لساته عم بيبعت لك مصاري مشان تكسي له بيته اللي بكفر سوسه؟ بلا عم يبعت. يعني انا شو عم بقول لحالي ماجد؟ ليش ما بتاخذ شوي من هالمصاري وبتفك حاجتك فيهم؟ وبس الله يرزقك حبيبي بترد له اياهم على اخر مليم، وفوق منهم حبه مسك كمان. شو هالحكي يا دارين؟ لهون وصلت معك المواصيل؟ ولك بدك ياني احط ايدي على مصاري رجال، ما مني عليهم؟ ماجد حبيبي لا تخلي عقلك جامد، انت بدك ترجع له اياهم اول ما بده يصير معك، بعدين قسما بالله العظيم اذا ما بترجع له اياهم لحتى ازعل منك، لانه انا ما بحب اتفشك الا على الحلال. بقى شو رايك حبيبي؟ والله ماني عارفه شو بدي اقول لك، خلص تركيني فكر. لك تسلم لقلبي، شو بتحبني يا ماجد؟ قسما بالله يا ماجد كان قلبي من جوا حاسسني انك رح توافق. يلا حبيبي قوم نتعشى، انا قايمه اغلي شاي لبين ما تغير اوعيك وتلحقني. ماشي معلمتك إمتى جاي؟ لا ما عرفت. مرحبا ماجد. أهلين دارين، تأخرتي شوي وهيك. شو بدي أعمل هلا لحتى خلصنا؟ شو كان فطوركم؟ كتير حلو بشهي، والله اشتهيتك يا ستي. وين فطرتوا؟
يعني نحن كنا متفقين نطلع على بلودان لحتى نعمل الفطور هنيك، بس بعدين اتفقنا انه نخليهم بالشام لانه اقرب. ايه احسن. وين يعني؟ بمطعم الملائكة الزرق بدمر. وان شاء الله كان طيب الاكل؟ ايه والله يا ماجد كتير كان طيب، كانوا عاملين بوفيه مفتوحة الله مولاها، وكان يعني كل شيء بتشتهي نفسك موجود بهالبوفيه. يعني هاي بوفيه للمنظر مو للاكل، يعني على كل درس لون. بصراحة ماجد كتير كان الفطور ناجح، يعني كان فيه بحترة وكرم زايد. صح. وهنا وديش طلعت الفاتورة؟ كل مرة بتدفعها واحدة من الشلة. ايه يعني قديش طلعت؟ ما بعرف، يعني هي صاحبة العزيمة هي المتكفلة بالموضوع. يا بنت الناس نحن ما اختلفنا، مين بيدفع بس قديش طلعت الفاتورة؟ يعني بدك تقول 600 ليرة على الشخص، لأنه معلومك هي بوفيه مفتوحة أغلى من الأكلاكارت. يعني دفعتوا 24 ألف ليرة حق فطور بس؟ لا حبيبي، أنت الصادق 26 ألف ليرة مع البخشيش. يا بلاش والله. بقى حضر لي حالك حبيبي، ها المرة الجاية يعني مشان ما تقلي فاجأتيني. على شو بدي أحضر حالي؟ المرة الجاية دوري أنا، جا دوري يعني، وحابة أعمل له فطور ملوكي ينحكى فيه حكي قدام الناس كلياتها، مشان يقولوا عننا إنه نحن أهل الكرم ومو بعيننا. وإن شاء الله دعيتيهم؟ طبعاً دعيتهم. لأنه مو حلوة أنا مرتك حاملة اسمك كل يوم انعزم على مطعم شكل، وكل يوم أقعد على سفرة أحلى من الثانية، آخر شي أضربها طناش. إيش قالوا لك عني شرشوحة ولا ما بفهم بالأصول؟ لا سلامتك، بس صديني يا دارين أنا ما معي مصاري بهالأيام وما معي على قلبي. لك ليكو الثاني شلون بيحكي؟ يعني هلأ فطور واحد رح يكسرك؟ مو مسألة يكسرني، بس أنا منين بدي أجيب هالمبلغ؟ روح أختلس يعني؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ تف من تمك تف. أنا ما بتفشك حبيبي إلا على اللقمة الحلال، ولو ما صارت فطورات المطاعم من أولويات الحياة ما كنت جبت لك سيرة بنوب صدقني. بس يعني اللي بده يعاشر الناس بده يسايرهم، ولا شو رأيك أنت؟ على عيني، بس صدقني يا دارين أنا ما في بجيبي هلأ إلا مصاري العالم حق بضايع أخذها منهم وبايعها، وأنا لازم أردلهم إياها بعد فترة. عظيم كتير، أصبح طالما المصاري بجيبتك قوم أعطيني إياهم لحتى نحل أمورنا يعني، وأنا واثقة إنه التجار رح يعطوك وقت لحتى ترجعون. إيه قليلة أنت شو بتعطي وقت للعالم لحتى يرجعوا لك مصاريك؟ ولا بس نحن لازم نكون جدبان ماجد؟ بس بخاف يا دارين إذا ما. حبيبي الدنيا كلها ماشية هيك، وكله عم يصرف مصاري، وكله مادد رجلي أطول من الحافة. لا مو بس هيك، الحاف صاير شورت تقريبا. ما بعرف شو بدي أقول لك هلا، لا بتقلي ولا بقلك، قوم هات المصاري من جوا وخلي وشنا ابيض قدام العالم. الله يخليكم. تكرمي. هلا بقوم بعطيك اياهم. ايه هيك ها، الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا رب. صدقني يا ماجد انا ما بحب اتفشك الا على الحلال، وبكره بس الله يرزقك حبيبي بترد المصاري وحب تمسك فوق منهم كمان. إن شاء الله دايمة يا داري. إن شاء الله ألف صحة وهنا. صراحة يا هيك فطور يا بلا، شفتي لي بلا شو كان طيب؟ يا ستي أنا مبارحة بالليل اتصلت هون بالمطعم ووصيتهم، لو ما هيك يمكن ما كانوا عطنوا كل هالأعتناء. يلا باي دارين، إجا جوزي ماهر. تعي نور لوصلك. مرحبا دارين. أهلين ماجد، خير يعني شو جابك لهون؟ شفت حالي جنب المطعم قلت بمرق باخذك بطريقي. طيب ماشي، يلا بخاطركم. باي. حاكوني إيه؟ إيه. انت معقولة تعصب علي كل هالقد؟ وما احلامي ومالي معصبة، شو جنيت لحتى تروح تاخذني؟ هذا فوق ماني معذب حالي وراي؟ ايه كتر خيرك والله، بس ما بيصير تروح بهالسيارة الهفتاني. هلأ صارت سيارتنا هفتاني بنظرك، ما شاء الله عليها ما فيها ولا عيب. بعدين انتي اكتر واحدة بتعرف قديش انا بحبها. لكن بتحبها بحكم العشرة لانه الا عندك 20 سنة. روح حبيبي روح، روح شوف رفقاتي لك افقر وحدة من بيناتهم عندها سيارة نملة موديل 2004. ها ومنين بدي اجيب لك انا نملة يا بعدي؟ مالي غير اسراء بنص الليل من قدام شي فيلا. هلأ لا تقعد تمزح معي هيك مزح، مو حلو بنوب، لانه بعدين مين قال لك انه انا بدي سيارة غالية؟ أنا مستعدة أركب أرخص سيارة موجودة بالسوق،
بس على شرط تكون موديل سنتا. يعني هلا انت اذا بتبيع سيارتك وبتحط فوق حقها 400-500 الف ليره بتاخذ احلى سياره جديده. بقى لا تقعد تقلي بدي اسرق وامرق وتفور لي دمي، بعدين عندك 100 طريقه للحلال. معك حق، اصلا انت دائما بتدفشيني على الحلال دفش، وما بخفيكي انا من زمان جاي على بالي اركب سياره حديثه. شفت ما احسنك يا ماجد. خلص ولك تكرم عينك، اتركيني على مهلي خليني اعرف زبط لك هالموضوع. ولك تسلم لي عينك يا ماجد، ما احلاك انت ورايق وعم تفهمني. انا عيني غيرت ثيابي وراجع ماشي. اي وش وش عرفان؟ عرفان؟ شو لسه معك؟ شو صاير؟ ما بعرف شو صاير بالسيارة، ما عم تشتغل. سبحانه ربي اللي تاب علي من السيارات العتيقة كلياتها. الحمد لله الله ريحني منهم واشتريت سيارة موديل سنتا طخ. يا سيدي الله يهنيك فيها. يا أخي حط لك 300-400 ألف ورقة فوق اللي معك واشتري سيارة جديدة وتهنى بأيامك. والله الكيس يا ماجد ما بقيان فيه ولا فرنك. بقى شو رأيك تدفع لي 400 ألف منك حق البضاعة اللي وردت لك إياها لمحلك من السنة الماضية؟ بركي بتسهل لي أمري. والله معك حق، بس شوفت عينك السوق دائر وما في حركة، وأنا مو بدل سيارتي وجبت واحدة جديدة، بقى هيك شوي متضايق. أنت مهلني كم شهر وتكرم عينك بيرجعوا لك وفوقهم حبة مثل. إذا كان تعال تهوش معي. تعال. لا حبيبي لا، لا تبعت لي بضاعة إيطالية، أنا مالي مصلحة بالإيطالي منو؟ لك يا عمري، نحن قلدنا البضاعة الإيطالية ببضاعة وطنية وطلعت أحسن منها بكتير. بعرف يا سيدي بالمنظر بس وقبل الغسيل كمان إذا بدك. إيه بس يعني عدم المؤاخذة، اسمعني شوي، نحن البضاعة الإيطالية بتوقف علي أغلى من الوطني بمئة ألف ليرة. أنا هذا الموسم قررت أشتغل بالبضاعة الوطنية وبس، ما بدي إيطالي. بعدين تعال إلا خلي هالناس تلبس وتتبحتر يا أخي. إيه خلاص اعتمدنا، ممنونك أنا، يعطيك ألف عافية. قال إيطالي قال. تعرف ماجد أنا طول النهار وعم دور على روضة لتوتي وما كنت لاقي، الله وكيلك كل الروضات عدماني. روضة لتوتي؟ لبنتنا؟ بس يا حبيبتي يا عيوني بنتنا ما صار عمرها سنتين لسا. ايه انا مشان هيك تعذبت، لانه ما حدا عم بيقبل بالاعمار الصغيرة ابدا. لا تحاول، ما في مجال بنوب. ايه بس انا لهلا ما سمعت انه ابن سنتين بيروح الروضة، هالسمعة ما سمعتها منوب. ايه لا اسمعها حبيبي اسمعها، لانه بهالايام ما حدا عم بيترك لا ابنه ولا بنته بالبيت لبعد السنتين. وبعدين انا كل ما بدي روح مشوار عم باكل همه كتير، وعند اللفاية ما بتنترك. ايه وشو المعنى؟ المعنى انه بالروضه في العاب وتسالي ذكيه كتير والعاب بترفع الاي كيو عند البيبي. وشو هذا الاي كيو بالله؟ يعني مستوى الذكاء حبيبي. بس الولد بهالعمر اذا بيروح على الروضه بيروح بلاوت امراض وبيرجع. تماما هالحكي اللي عم تحكي كتير مزبوط. لهيك يا ماجد انا نقيت لتوتي روضه بالصف ما فيها غير 5 أولاد. يعني بتجنن ماجد بتجنن، بتاخذ العقل، بيحاكون انجليزي وبيعتنوا فيهم اكثر ما نحن نعتني فيهم بالبيت، بس يعني قصته غالي شوي. أمري لله. قديش يعني 10,000؟ و100,000 طبعاً، هذا المبلغ قسط السنة كله ومع الباص كمان. كتر خيرهم والله، 110,000 ليرة قسط مدرسة مع باص لبنت عمرها سنتين؟ مو كتير، مو كتير منو؟ هلأ عم تحكي جد ولا عم تتمقلص؟ أنا عم أقول يا لك حبيب. أنا مشيت لحفيت لحتى لقيت روضة تقبلها هي وحفوضتها. إيه أنا مشان 100,000 ليرة بقبلها مو هي وحفوضتها وبس، بقبلها هي وحفوضتها واللي فيها كمان. هلأ أنا عم بحكي مثل الناس، لا تنغم وتنقير. على عيني رح نحكي مثل العالم. وهذا الاي كيو تبعك ما قالك منين بده يدبرنا ال 100,000 ليره هالمره؟ ها لقلك بقى حبيبي، هلا انت قبل شوي ما قلت بعظمه لسانك انه البضاعه السوريه عم تطلع احسن من البضاعه الايطاليه وعم تشتريها ارخص ب 100,000. شو قصدك؟ يعني انا فكري ليش ما بتحط على الملابس اتيكيته مكتوب عليها ميد ان ايطالي وبتبيعها ازود ب 100,000؟ اعوذ بالله يا دارين، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ بدك ياني غش؟
سبحان الذي خلقك. شو حكيك دج؟ أنا بدي إياك تغش، بس أنت كنت قبل شوي عم بتقول إنه البضاعة الوطنية أحسن من الإيطالية، ومن هون خطرت لي الفكرة، يعني كل الشغلة حلال بحلال. قلتك حلال بحلال، أنا غشاد؟ أصلا أنت ما بتدفشيني إلا على الحلال، لأنه أهلك وأنت صغيرة أخذينك ومسجلينك بروضة، رافعين لك الآي كيو تبعك فيها. خلاص خلاص ولا يهمك، اكيد عن موعد رح كون. الله معك حبيبي ماجي. بدي اقول لك شغله بس لا تزعل مني. الله يخليك، يعني انت ما بتشوف انه نحن صار لازمنا سائق للسياره؟ لانه انا لما عم روح لحالي حبيبي. حبيبتي انت برايك مو صار لازمني مره جديده ادميه وما لها طلبات؟ ولحسن الحظ انا لقيتها وكتبت كتابي عليها وليك وصك الزواج. قلت لحالي خليني خبرك أحسن ما تدري من الغريب. شو قست علي أنا يا ظالم؟ ليش يا ماجد؟ مو حرام عليك؟ مو حرام عليك يا ظالم؟ ولك حبيبتي ليش حكيت كله داج؟ قال حرام، قال هذا حرام، هذا هو الحلال بعينه، وانت دفشيني عليه بإيدي. مو انت دائما بتدفشيني على الحلال دفش؟ مو هيك؟ مشكلتي شخصية وعامة بنفس الوقت، يعني بتصير مع كل العالم مو بس معي. المصيبة انه تبدو بسيطة كتير بس انا ما عم بقدر لاقي لها حل. صدقوني عم اكل همها كتير، مسببت لي اشكال يومي وحقيقي. ما بعرف يا جماعة اللي ما حاسبنا يحاسبنا، يطالع مصاري ويعطينا. أخي الكل دفع، هاي المرة عطتك المصاري. أخي الكل عطوني وكلهم دفعوا. لا ستي مو صحيح، في ثلاثة ما حاسب. شيخ لك حبيبي عم يقول لك الكل دفعوا، امشي وسمي بالرحمن. لا تعمل لي برز بصال، في ثلاثة ما حاسبوا، ها؟ وهي رح واقف وما رح امشي لحتى تدفعوا. شو هاد يا؟ لك فوق ما لميتهم من تحت الشمس والحرائي، هاي جزاتي. يا سيدي كتر خيرك، عملت معروف، يا ريت تكملوا معنا. الله وكيلك كلياتنا موظفين ومعترين، هلا منتأخر على شغلنا. ليش انا مالي معتر كمان؟ قسما بالله دافع حق السياره 1,100,000 وعليها ضريبه ما فتح ورزق، والبلديه كل يوم بتنط بدها مصاري اجار صفه بالشارع، والشرطي بده مصاري، والولاد بدهم ياكلوا، وانتم ما عاد تدفعوا. شو هاد يا؟ والله شيء بجنن. استغفر الله العظيم. ولك اخي رح نتاخر على شغلنا، يعني مو وقتها هلا تقعد تحكي لنا قصه حياتك. طول بالك، الله يخليك اخي، الله يوفقك، الله يخليك تمشي. لك اختي انت ليش عم تترجي؟ شو على كيفه؟ بده يوصلنا اجباري عنه. إيه لا سيدي ما حذرت، اذا بتريدوا تفضلوا انزلوا. لك شو انزلوا؟ ايش الشغله على كيفك كمان؟ طبعا على كيفي، ونكايه فيك مالي ماشي. اتفضل اعمل يلي بدك اياه، شرفوا شبابك كلكم انزلوا. يلعن اخت المصلحه اذا مالي مبطله من هاللحظه. شرف انزل انت يا شرف، انت ثاني لك انت لو فيك سوى ما تتصرف. هذا التصرف بدك توصلنا غصب عنك. لازم يصير لها سبب ولا اي سبب ثاني، المهم لازم يصير.
بسرعة شوي لو سمحت. يا فتاح يا عريف، شو بدك ياني هور من عند الصبح؟ هلا يعني إذا تأخرنا لنا شي نص ساعة مو أحسن ما تموتي؟ أعوذ بالله، هلا مين جاب سيرة الموت؟ بس أنا لا تأخذيني، يعني بيكون الواحد منكم مقطوع تحت هالشمس وبده من الله تجي تكفي وبس يأمن على حاله ويركب معنا بيتمقطع فينا وبده يانا نسرع. أختي أنا هيك سرعتي، عجبك عجبك، ما عجبك حاسبينا وانزلي. أف تفضل. شلون بتحب تروح يا صحنايا؟ في طريقين، لانه مو فراغي، بس يا ريت تروح من الطريق الاقرب. على عيني. بتكابر اقول انساك تراضيني. لك وين صرنا نحن؟ وين اخذني انت؟ شو وين اخذك؟ على صحنايا. ايه بس هذا مو طريق صحنايا. قلتي مو انت قلتي لي مفارقه معي واخذك من الطريق لاقرب؟ هذا هو الطريق لاقرب. انا حبيت اخذ منك، بقى شو صار بالدنيا؟ اللي صار انه هذا الطريق اطول من هذاك الطريق بثلاث مرات. والله انا حبيت اخذ منك بس يبدو حضرتك مو مقدره هالشيء. وقف عندك، وقف وبلع لك. امنت بالله على هالنهار. اختي وهي وقفه. شرفي اعطينا 50 ليرة. نعم 50 ليرة؟ هلا هي المسافة القصيرة بدك عليها 50 ليرة؟ شو عم كذب عليكي؟ ليكو العداد 50 ليرة. شرف العمى. معقولة؟ معقولة يا مدام؟ معقولة تداومي بعد الساعة 10:30؟ أنا برأيي ترجعي على بيتك هلا، وبصراحة راحوا منك 4 حصص، وصار لازم نصرف الطلاب، وبتمنى ما تتأخري مرة تانية حتى تضل صفحتك بيضة بالإدارة. يعطيك العافية.